تختتم اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس في دورته الخامسة، والذي يعقد تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط وضمان إمدادات الطاقة. يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط، وجرى خلاله مناقشة سبل جذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر.